صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل من ترك العمل مجمع على أنه ليس بمسلم مع اعتقاده وقوله بالإيمان؟ إذا ترك العمل نهائيا يا أخي، ما عمل شيء في حياته، لا صلى ولا صام ولا، فهذا ليس بمؤمن. أما إذا ترك بعض الأعمال، فإن كان الذي تركه الصلاة فإنه يكفر بنص الحديث: وعاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أما بقية الأعمال فلا يحكم بكفره، لكن يحكم بأنه عاصٍ، إما صاحب كبيرة أو صاحب صغيرة. نعم.